طيب من وجهة نظرك برضو وجود أكرم توفيق في الباك رايت، وده كان المكان المفضل ليك والمحبب ليك، وعملت لنا جوان كتيره جدا من هذا المكان، الكل طبعا اتعلم منك يا كابتن طبعا يعني. ربنا طبعا يعني الكل يتذكر طبعا الهدفين بتوع نهائي كاس مصر، الحمد لله. والهدف الاولاني الحمد لله عملته لاسامه، والثاني عملته لاسامه برضه اسامه اللي جاب الجونين، وكسبنا 4-3 المباراه التاريخيه دي طبعا. اعتقد. ف شايف اكرم ازاي في هذا المكان؟ انا شايفه ادي بشكل كويس جدا جدا. ان اللعيب مش مركزه الاساسي واتحط في مباراه قبل نهائي مباراه كبيره ويؤدي بالشكل ده، فعنده امكانيات لا يقلل ابدا من محمد هاني. بالعكس، أيوة محمد برافو هاني عليك كابتن احنا بس انا شفت الفتره دي ايه يا صديقي، ان الناس كلها رايحه اصل اكرم يلعب ما هو محمد، لا يا جماعه ايه المشكله ما يبقى عندك احمد صديق واحمد عادل ومحمد عبد الله كابتن ده اللي وفلان ده اللي كنت لسه اقول لحضرتك. احنا جه وقت كنت حضرتك موجود وانا موجود ومحمد عبد الله موجود، وبعد كده جه احمد عادل بقى موجود، اربعه وبركات كان بيلعب باك رايت، بركات سعد كان بيلعب صح، فده بالعكس ده كل ده من صالح الكابتن. ده خمسه هم بسم الله ما شاء الله يعني اي حد فيهم ما شاء الله يشيل فرقه لوحده. ايوه فده الطبيعي، بالعكس ده الطبيعي، في واحد واثنين وثلاثه في كل مركز يادوا بشكل كويس جدا، ده من صالح الفرقه. مين اللي يختار بقى المدير الفني؟ دي بتاعته المدير خلاص. الفني بتاعته يختار. وبعدين مهاني لما يلعب يادي بشكل كويس، كلنا تغنينا بمحمد هاني في كاس عالم الانديه. ايوه ده الطبيعي. وكان بيلعب قدام مين بقى؟ يعني الناس بطوله كاس الامم الاوروبيه يعني الناس بتلعب دلوقتي، الناس مستغربه يعني. فده الطبيعي، بالعكس ده الطبيعي والشيء الايجابي، ان يبقى في كل مركز في كل الفرق الكبيره، مش هقول في النادي الاهلي بس، وبالاخص النادي الاهلي تلعب عندك في كل مركز لا يقل عن اثنين وثلاث لعيبه مميزين جدا. أيوة. ده الطبيعي انك عندك محمد هاني وعندك اكرم وعندك بيكهام، ده الطبيعي جدا، ونتمنى كلهم يبقوا في اعلى مستواهم. عندك فراود ومحمد شريف وصلاح، بتصعب الموضوع يعني على المدير الفني، ولكن في النهايه المدير الفني عايز كده، بيحب كده. ده الطبيعي يا كابتن. انت حضرتك لو رجعت شويه بالذاكره مع مستر مانويل، يعني كان في ناس يعني تقول ازاي دول بيقعدوا احتياطي. صح، يعني انت كنت اي حد تقول لا ده لعيب منه يشيل فرقه لوحده. صح، لكن في النهايه بيبقى صالح الفرقه، صالح التيم، في اصابه، في غياب، في طرد، في ايقاف، في اي حاجه، اللعيب التاني جاهز ويلعب. ده الطبيعي في كل الفرق الكبيره. مظبوط. فانا مش شايف انها مشكله، بالعكس انا شايف انها حاجه ايجابيه. كلنا نبقى مبسوطين ان احنا عندنا محمد هاني وعندنا اكرم، ده حاجه تبقى كلنا نبقى مبسوطين بحاجه زي كده، لكن لا يقلل محمد هاني ابدا، وفي نفس الوقت ندي الاكرم حقه في المباراتين. للامانه ادى بشكل كويس قوي، يمكن بيلعب الافضل اللعيبه فيهم اللي هو حمدي الهوني. وان يؤدي معاه بالشكل الايجابي ده هجوما ودفاعا بالشكل اللي انا مبسوط بيه جدا، لان اكرم من اللعيبه اللي الطبيعي انها تبقى موجوده في الملعب. يعني لكن مش هنقول حظه، لكن ان اللعيبه اللي في مركزه في نص الملعب بيأدوا بشكل كويس قوي، ممكن يكون جات له الفرصه انه يلعب بكره يتأدى فيها بشكل كويس قوي، فده اكيد. هذه هي كره القدم، هي دي الكوره، ده الطبيعي يا كابتن، ده الطبيعي.